بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الاسم حسين عبد الكريم المصراتي، رئيس قسم التدقيق التابع لمراقبة التحليل والمتابعة بالإدارة المالية. طبعا العمل اللي نقوم به اللي هو مراجعة أساليب الدفع، سواء كانت بشيك أو عن طريق الفواتير. طبعا عندنا الفواتير يا إما تكون تابعة عن طريق تابعة للإدارات اللي هي طلبت خدمات من هذه الشركات، سواء كانت حفر أو عمليات في الحقول، أو عن طريق فواتير مشتريات، سواء كانت مشتريات خارجية أو مشتريات داخلية. تتم المراجعة والمقارنة بالعقود اللي هي عندنا، سواء كانت عقود برايس ليست اللي هي أسعار محددة، أو عقد شامل المبلغ كله. وطبعا عندنا مراجعة اللي هي المدفوعات التانية، سواء كانت الموظفين أو تسويات العهد اللي هي مصروفة لبعض الموظفين لتسيير العمليات اليومية، في سواء كانت في الحقول ولا في الإدارة هنا في طرابلس أو في بنغازي. وطبعا عندنا حتى هو مراجعة الصكوك ما قبل الدفع، اللي هي المرتبات والخدمة المتصلة والمكافآت والتقاعد وما إلى ذلك من أساليب الدفع اللي هي تقوم بها الشركة، سواء للموظفين أو للشركات اللي تتعامل معها. في النهاية نتقدم بجزيل الشكر للإخوة الزملاء والإدارة، مجلس إدارة الشركة، ونتمنى من الله التوفيق للجميع.